أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تستكشف مفهوم المقابلة الصحفية، تتعرف على إنا وأخواتها وكيفية إعراب إنا وأخواتها إعرابا تاما. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب يتطلب منك قيام مشروع وهو إجراء مقابلة صحفية مع شخصية معينة من عائلتك وتقوم بجمع معلومات مناسبة عن الموضوع الذي ستقوم بالتحدث عنه. المقال الصحفي هو وثيقة يجرى إعدادها وسائل الإعلام ويكون الغرض منها الإعلان عن شيء يستحق النشر، بالإضافة لتزويد المراسلين والمحررين بالمعلومات الضرورية لاستخدامها. خصائص المقال الصحفي، ويوجد بعض الخصائص لكتابة المقال أو لعمل مقابلة صحفية، تحدث عن الأخبار العامة لمختلف المواضيع وبالتالي تساعد على إبراز الحقيقة أمام القراء. استحقاق الموضوع للنشر، يحتاج ذلك لموضوع جيد مستحق للنشر، وذلك من أجل تحقيق الغرض الرئيسي منه، لأن انعدام القيمة الإخبارية للمقال يؤثر على عدد القراء، بالتالي لن يقبل أي صحيفة للنشر أو نشر مقابلة صحفية، لذلك يحتاج إعداده إلى مصداقية والواقعية. يجب أن يكون هناك دقة وإيجاز ضمن نص صغير من أجل الحصول على مساحة من المقابلة الصحفية، بالإضافة إلى مراعاة الوقت المحدد في إعداده وتحريره. يحتاج أيضا إلى الصياغة في اللغة والأسلوب والمفهوم، لأن الأسلوب المعقد وغير السلس يؤدي إلى صعوبة إيصال المعلومة للناس، لذلك فالوضوح أمر أساسي. أيضا يتطلب إعداده الانتباه لمحتوى تبع للصحيفة الذي سوف يرسل إليها للتأكد من قبول ذلك ونشره. أيضا يحتاج إعداد المقابلة الصحفية للتركيز على بعض الأسئلة للمساعدة في إتمامه، وهي ماذا ومن وأين ومتى ولماذا، وبالتالي معرفة كيفية البدء به وتنسيق محتوى. يوجد عدد من الإرشادات التي يجب اتباعها في إعداد هذه المقابلة لتغطية كافة المعلومات والأحداث والحصول على النتائج المطلوبة وتحقيق الهدف منه هو بالإمكان التعرف على بعض هذه الإرشادات. تحديد الجمهور المستهدف، فهم هيكل البيان الصحفي وتنسيق البيان، هو تحديد هوية المستهدفين لمعرفة هذه المقابلة الصحفية، إذ أن الاختيار الفئة وحصرا يساعد في فهم طبيعة الجمهور المستهدف. ايضا استيعاب بنية المحتوى امر ضروري جدا لانشاء مقابلة صحفية ناجحة للتمكن من تحليل المعلومات والبيان والاحداث. ترتيب وتنسيق المقال الصحفي هو الخطوة الاساسية لفهم المحتوى، لان فهم البيانات الصحفية والمحتوى يحتاج الى تنسيق دقيق كي يصل الى القراء بصورة صحيحة والمطلوبة دون فقدان القيمة، ولا سيما ان معظم القراء يحددون قيمة الانطباع الاول بصريا. ايضا في هذا الاسبوع عزيزي الطالب سوف يكون ناخذ درس انا واخواتها، وتعد من الحروف الناسخه في اللغه العربيه، وهي ناصبه تدخل على الجمله الاسميه فتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ونقصد بذلك ان هناك حروف هي ان وان ولن وان وكان ولكن وليت ولعل، تدخل على الجمله الاسميه فتقوم بتغيير معنى الجمله وتقوم بنسخ حكم المبتدا المرفوع فيصبح منصوبا بان واخواتها ويسمى اسمها، كذلك ويسمى خبر المبتدا خبرا لان واخواتها سميت بحروف ناصبه لانها تنصب الاسماء المتمثله بالمبتدا في الجمله. هناك معاني لان واخواتها، ان تفيد التوكيد، ايضا ان تفيد التوكيد، كان تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الترجي. إعراب إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وتعرب إن وأخواتها لأنها حروف ناسخة ناصبة مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، ويقال في إعراب إن وأخواتها إن الطالبين يدرسان بجد. إن حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الطالبين اسم إن منصوب وعلامة نصبه هي الياء لأنه مثنى. يدرسان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. بجد الباء حرف جر ومبني على الكسر لا محل له من إعراب، وجد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان باسم إن. شاكرة أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.